الحديث عن اداء سوق الكويت معنا الان مباشره من هناك السيد ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الماليه. استاذ ناصر مساء الخير، اهلا بك. اهلا وسهلا. استاذ ناصر، السوق صحيح انه يتراجع لليوم الثاني على توالي، ولكن لفتني الحديث في الصحف اليوم عن تراجع للسوق في الوقت الذي كان سجل مستوى قياسي وتخطى حافز ال 12000 نقطه قبل يومين. ما الذي يحرك السوق الان؟ هل يتفاعل مع الاخبار، اخبار النتائج والتوزيعات؟ ماذا تفعل المحافظ الكبيره والصناديق الان في سوق الكويت؟ وهل من اموال خليجيه تدخل السوق ام لا؟ بالنسبة للوضع الحالي هو متوقع. عادة تسود حالة من الترقب أثناء إعلانات التوزيعات، ويكون الاتجاه يكون واضحا بعد 30 أو 31/3 عندما تنتهي جميع الشركات من إعلان نتائجها وتوزيعاتها. الآن الأوضاع في حالة ترقب، ينتقلون صغار المستثمرين من سهم إلى آخر حسب الأخبار. الكبار المستثمرين أقرب إلى وضع المتفرج ولديهم طلبات لكن بأسعار منخفضة. للأسف الشديد يعني تظل يعني الكويت والمنطقة عموما من الأسواق الناشئة، فالمستثمرين يتفاعلون بشكل عام أكثر مع الإشاعة ومع الأخبار ربما تكون غير مؤكدة. وعندما تجد الحقيقة في السوق مثل وقتنا الحالي يعزفون عن التداول، فهذه ظاهرة طبعا سلبية تصاحب معظم الأسواق الناشئة. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فنعتقد أن سوق الكويت يعتبر جاذب لهم، ونتوقع أن يكون هناك تدفق للأموال بشكل تدريجي ومنظم من الخليج عموما إلى الكويت. أستاذ ناصر، أود الاستفادة من وجودك معنا وكونك لديك خبرة بتدقيق الحسابات لأسألك عن النتائج التي تعلن من قبل الشركات في الكويت. سؤال عام، هل من معايير محاسبية معينة تتبعها كل الشركات عند الإعلان عن قوائمها المالية؟ هل من معايير محاسبية موحدة أم يمكن يعني حتى التلاعب حدث في كبريات الشركات في العالم الغربي، بالتالي هل ممكن أن يحدث في العالم العربي؟ طبعا بدام حدث في العالم الغربي ليس من باب اولى يحدث في العالم العربي، لكن هل يكتشف او ما يكتشف هنا السؤال. طبعا بشكل عام الشركات الكويتيه ملزمه في تطبيق المعايير الدوليه، والمعايير الدوليه نوعا ما من اسمها دوليه لابد ان تكون فضفاضه حتى تناسب الظروف الاقتصاديه من دوله لاخرى، لكن هي الخيار الوحيد المتاح امامنا في الوقت الراهن. لكن يعني معظم الشركات يعني تلتزم في هذا المعايير من حيث الشكل، لكن في شريحه كبيره لا تلتزم من حيث المضمون، بحيث ان تجد مدراء الشركات يحاولون يعني الاستفادة من الثغرات العديدة في الموضوع والتساهل في بعض الجوانب الإجراءات المحاسبية وبيانات. طيب، أود أن أسألك عن موضوع محدد هو الأرباح غير المحققة. الأرباح غير المحققة هل يمكن أن يحدث فيها تلاعب من ناحية أن يؤجل على سبيل المثال احتساب أرباح غير محققة من فصل إلى فصل آخر، أو هل يمكن أن توزع هذه الأرباح غير المحققة من قبل الشركات؟ نعم، هذا شيء معروف في الفكر المحاسبي ويطلق عليه تمهيد الدخل، أي التحكم في حجم الأرباح من سنة أو من فترة لأخرى. فنجد هذا صراحة مطبق يعني بشكل واضح وسافر في بعض الحالات في الشركات المدرجة في سوق الكويت الأوراق المالية، فنجد هناك تدخل في أسعار الأسهم لتنعكس إيجابا على البيانات المالية للشركات المعنية بهذه الأسهم. نعم أستاذ ناصر النفيسي، هذا موضوع يجب أن نستكمله في لقاء آخر، ولكن دهمنا الوقت. شكرا جزيلا على حضورك معنا أستاذ ناصر النفيسي.